للأسف أنا بالنسبة لي النسبة كانت متوسطة، وكنا ننتظر أن يكون هناك يعني مشاركة أقوى من طرف المغربيات، ولكن مع ذلك شفنا بأن كان واحد الروح اليوم خاصة في الشبكة يعني في الإنترنت، تشوف في فيسبوك مثلا المواطنين اللي صوتوا إما أعلنوا عليها، وكانت واحد الإرادة باش واحد المشاركة من المواطنين اللي شاركوا. الظروف اللي خرجت من هذه النتيجة بالنسبة هي أن مازال للأسف الأحداث السياسية تلعب واحد الدور أكثر وأكثر باش تقنع المواطنين، وكانت غير باش نشوفوا في بصفة عامة. ورئاسة الحكومة كتحمل المسؤولية لأن تبين بأن هذا الشتم والسب دائم يوم من الغربة. اليوم خصهم المعقول، خصهم ناس كيتكلموا عليهم المشاكلهم الخاصة، باش بالطبع باش إلا يتكلمنا على المشاكل ديالهم غيوليو كيتصنتوا أولا الأحزاب السياسية باش غدا يمشيو يصوتوا في الانتخابات. حنا كجيل جديد للسياسيين كشباب كنظن أن هذا هو الدور ديالنا، باش نتكلموا مع المغاربة بلغة الصراحة ونتكلموا بالمشاكل اللي كيهمهم اليومية، ماشي بالتماسيح والعفاريت وبعض المصطلحات اللي ما عندهاش يعني ما عندهاش المحل ديالها في السياسة. ثانيا بالنسبة للحزب الأسرة المعاصرة، بعض الأرقام ولاو يعني كيخرجوا من بعض مكاتب التصويت، الحمد لله اما كنكونوا في المرتبه الاولى او في المراتب الثانيه او الثالثه، يعني كنكونوا قريب من يعني ارقام جد ايجابيه. نحن الان جينا للمقر المركزي كيف ما كتشوفوا باش ننتظروا لي ريزولتا فينو يعني الارقام الاخيره، باش انا ذاك ان شاء الله نكونوا الاولين ويكون يعني نحتفلوا مع المغاربه ومعكم ان شاء الله بهذا. نعم بالطبع بيان سور كاين عزوف كيف ما قلت قبيله، كنا ننتظر ان تكون مشاركه اكثر، يعني خاصه ان شفنا بان كاين اهتمامات كبيره خاصه في لي ريزو سوسيو، وداكشي كنحاولوا نعبروا يعني الحراره ديال النقاش السياسي، ولكن تبين ان يمكن في هذوك لي ريزو سوسيو يمكن هما اللي كينشطوا هما السياسيين براسهم، فكيكون واحد التواصل مع المواطنين والمواطنات. انا اللي فهمت خاصه يعني كجيل جديد كشاب من الشباب المغاربه، ان يمكن اللغه اللي كنخاطبوا بها الناس واللي كنخاطبوا بها الشباب والنساء ماشي هي اللغه اللي كنتهضروا، يعني خاصهم ناس يهضروا معهم لمشاكلهم. مره اخرى مواطن عادي جالس دارو عنده مشاكل خاصه بالضوء والماء الخدمه الغلاء يعني ديال الحياه، ما عنده ما يدير بالعفاريت والتماسيح والهضره اللي ما كتنفعوش هو. فلهذا اليوم نتحملوا مسؤوليتنا احنا كجيل جديد في جميع الاحزاب السياسيه باش نرجعوا للسياسه لا نوبليس ديالها، باش انا كيف ما قلت قبيله خصنا نحترموا المواطن ونتكلموا معاه بالمشاكل ديالو.